شكرا يا سمير. عمرك الذنب يا باشا. مع السلامة. شكرا. اتفضلي يا مهرة، تقدري تحطي الخط بتاعك وتشغلي التليفون. مالوش لازمة الكلام ده يا زيدان بيه. حاجة بسيطة. اتفضلي اتفضلي. ايه يا زيدان بيه التليفونات الجامدة دي؟ دي أقل حاجة عندنا. يا حبيبي استنى لما نوصل البيت نبقى نشغل الخط. اصبري انت بس، انا هشغله لك دلوقتي. طارق لو حصل لي حاجة نعرف إن الموت هو اللي فرقنا. الحمد لله على السلامة يا مهرة. مهرة احنا وصلنا. الله، هو ده الماس حقيقي؟ طول ما احنا مع بعض مش هتشوفي الا الحقيقي. هتقبليني المرة دي؟ مهرة انت معايا؟ معاك. شوفي لو الموديل ده مش عاجبك احنا ممكن نغيره عادي خالص. مبروك عليك. شكرا. مهرة مهرة